بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نعمة وبركة وسلام لكم جميعا من الله أبينا ومن ربنا يسوع المسيح ملك الملوك ورب الأرباب. معاكم سرية. أنا شفت المسيح كتير. النهاردة مراحل الطريق الروحي الجزء 5، ترتيب وصعود بمجد. النهاردة سنة تالتة جامعة بعد الثانوية العامة روحيا، ترتيب بين القيامة والصعود، ورابعة جامعة صعود بمجد. القيامة تؤكد عمل المسيح الخلاصي لكل البشرية، فإن كان قد ذبح لأجلنا فالقيامة تؤكد قبول الذبيحة، واشتم الآب ذبيحة الرضا. وإن كان قد صلب من أجل ديوننا فالقيامة تعلن وفاء الدين وإعلان الحرية وفيض النعمة الأبوية. وإن كان قد صلب علانية بيعلن محبته لكل البشرية، قام ليظهر لخاصته ومحبيه المخلصين فقط، طالبا خالصهم وعبرهم للسماويات. القيامة إعلان الغلبة والنصرة على كل أنواع الموت وإعلان السيادة عليه. ملاكي القيامة إنهما الكاروبيما ممتلئون أعينا الذين كان على غطاء تابوت العهد حيث كان مجد الرب يتجلى، والعيون تمثل المعرفة، وكلمة قاروب أو شاروب من الشاروبيم معناها كمال المعرفة. ما هو كرسي الرحمة؟ هو الرب الذي صار إنسانا، أي الناسوت داخل اللاهوت واللاهوت في كل مكان، يعني مراحم ربنا في المسيح الملك للإنسان في كل زمان ومكان. عشان كده بيغطي كرسي الرحمة التابوت. وإيه هو التابوت؟ هو الإنسان اللي دفن ذاته، اللي مكتوب على لوحي عقله وقلبه نفسه الوصية والشريعة، وجسده قسط من ذهب أخذ الطبيعة السماوية، ويحمل المن السماوي فيه جسد الرب ودمه، وفي عهد بينهم، وروحه أزهرت وارتبطت بشجرة الحياة وهو المسيح. الكاروبيم هنا لم يحملوا سيفا كما حمل الكاروب عند باب جنة عدن، وإنما كان جالسين يرحبان بنا ويقودان كل مؤمن للتمتع بالشركة مع المصلوب القائم من الأموات، للتمتع بالمراحم الإلهية والحياة الأبدية. المسيح فيك وبيك عبر الموت وغلب كل قوات الشر، وده أفقيا، وبيعبر بيك لفوق للسماء رأسيا لعرش النعمة، علشان يكون فيك تسبيح الكاهن بترنيمة جديدة وقضاء وحكم الملك اللي جواك، بالرغم من عدم استحقاقنا احنا وضعفنا وجهلنا. ولكن انا في المسيح الملك القائم، مش انا، لكن بيستعلن فينا الخروف القائم في وجه الاسد الملك المنتصر من سبط يهوذا العابر بينا، وهو في سنتر حياتنا وسط كل الكيان، مش انا. المسيح بين القيامة والصعود كان بيظهر لإعادة ترتيب الإنسان. يعني إيه؟ أفكركم بالرؤية اللي أنا عشتها في الجزء 14 من الرسالة بتاعتنا، لما كنت في حجرة طولها قد عرضها وما فيش ليها باب ولا سقف، وكنت لابسة ثوب من الكتان وما فيش فيا أي قوة، فنايمة على سرير وسمعت صوت بيقول لي قومي 3 مرات، وقمت بصعوبة جدا، وقال لي اطلعي السلم، وطلعت بصعوبة جدا، ولقيت كتاب مكتوب عليه ترتيب، حضنته جامد قوي. ولما تركت السلم لاني كنت ماسكه الكتاب بايديا وحضناه قوي، نسيت نفسي تماما، وقعت للخلف، فجاء الروح القدس وحضني ونزلني للارض وحوض بيا، ولبست بقوه الروح القدس من شعري لضفر رجليا، وشفت الروح القدس وانا جواه، اي ابتلع الموت اللي جوايا واداني حياه. هتلاقوها بالتفسير قوي في الجزء 14. الحجرة اللي طولها زي عرضها زي ارتفاعها دي أقداسك من غير سقف، يعني ما في زيت، يعني منك لربنا مباشرة وبدون فاصل، أو إنك عديت أو اخترقت كل سلطان أرضي عليك، أو نقدر كمان نقول سقفك أصبح سيادة ربنا عليك ونعمته ومجده وبهائه وبس. لبسك التين فيه صفاء ونقاء، وطلوع السلم يعني فيه قيامة، مسكت في كتاب الترتيب وتركت السلم يعني نفسي ليست بثمينة،
أي مش مهم عندي، الله وكلمته وترتيبه أهم. علشان كده جه الروح القدس وشلني ونزلني الأرض ولبست بروح القوة الروح القدس. حقيقي المنظر كان عجيب قوي، حسيت اللي واقف أنا بس شكلي اتغير، أخدت شكله هو بالروح، وحسيت بهدوء وقوة وفرح وسلام وراحة عجيبة وحياة. أنت في المسيح مستور ومتغطي بيه. أنا مش أنا، مفيش أنا من أساسه، المسيح وبس. حصل ترتيب جديد لمشاعري، لحواسي، لنفسي، لأفكاري. في تغيير كبير، فيه قيامة في حياتي، في ترتيب عجيب بيحصل جوايا، في روح جديدة بتنور جوايا. لو نفتكر الترتيب اللي حصل في الجزء 3 من مراحل الطريق الروحي وقطر السكر حديد، ارجع له مش هعيده تاني. ملك السلام القائم من بين الأموات، مليان صفاء ونقاء ونعمة وفرح وسلام وقوة وأمانة ومحبة، أكيد متهلل بالروح من أجل الخلاص العظيم للبشرية، فرحان برجوع ولاده لحضنه، برجوع كنيسته عروسته. هي دي صورة القيامة وصورتك أنت القائم في المسيح معاه. أراكم فتفرح قلوبكم، ولا يستطيع أحد أن ينزح فرحكم منكم. عيش فرحان بقلب جديد لإنسان جديد، وخلعت العتيق بقوة الروح القدس. عيش النور اللي بينور مغاير النفس الفران، ومتيمة بالروح القدس في تيمان، ومتلألئ في المسيح يسوع. اعلن قوة الله القدوس الحي العامل فيك. تجد الراحة الحقيقية تملى كيانك كله. هتلاقي نفسك وتلاقي جواك وبراك بترتيب من جديد. تلاقي كيانك مليان صفاء ونقاء ونعمة وفرح وسلام وقوة وأمانة ومحبة، وأكيد متهلل بالروح، فرحان أنت كمان برجوعك لأحضان الآب السماوي. هتلاقي نفسك تلقائيا بتعدي بكل الظروف والأيام بأمان وسلام وراحة واطمئنان، باستقرار وعدم اضطراب، ولا انزعاج ولا تشويش ولا قلق، لكن باستقامة وفرح بدون تغيير. هتلاقي جواك وبراك بيترتب تاني من جديد، بيرتب مشاعرك، بيرتب أولوياتك في الحياة وإدارة وقتك، بيرتب تفكيرك، بيطلق روحك للعلاء، ترى المجد والبهاء وتفرح بيه ويفرح بيك، تضحك على الفرس وراكبه إبليس. هيرتب كل حياتك في وسط الناس، في شغلك وبيتك، هيرتب تصرفاتك وعلاقاتك بتمييز عجيب ورحمة وعدل واستقامة. هيرتب معاك عالمك الخاص ويرجع ليك سلطانك كابن لله في المسيح يسوع بقوة، وتجري من بطنك أنهار ماء حية، ولابس الروح القدس كرداء ملوكي مليان قوة وعزة، وتكون منارة. عيش حياة القداسة والنقاء زيه. أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. اطلب القداسة والنقاء من ربنا، عيش أعمال البر، عيش الكلمة الحية الفعالة، انطقها كل صباح، خلي أنفاسك الخارجة من فمك سيف الروح، كلمة ربنا المنطوقة دايما في الأفواه بشجاعة، فإثبتوا ممنطقين أحقاقكم بالحق، ما تسمحش الحاجة تحنيك، لا مرض ولا ضيق ولا موت ولا زعل ولا ناس ولا حروب ونزاعات تحنيك. خليك دايما قائم في المسيح، ومن يستطيع أن يفصلنا عنه؟ عيش المسيح مش نفسك. بتحرك باستعداد إنجيل السلام، خطواتك تعلن دايما السلام والبشارة المفرحة، ما تسمحش للموت ينطق بصوت في حياتك فينقشع كل ضباب وأتربة. حوط قلبك بترس الإيمان وتبقى شايف الطريق كويس، مدرك وفاهم ومميز للأمور، ومختبر حياة المسيح فيك، وبتتعرف عليه يوم بعد يوم أكتر وأكتر. خدوا خص الخلاص وسيف الروح اللي هو كلمة ربنا. بينا نطلب النعمة ومعونة المراحم الإلهية علشان نعبر الأيام، نثق في المحبة الإلهية القوية إنه بيقود حياتنا. كلموا ربنا القدوس الساكن فينا بصفة مستمرة، نستشيره في كل تفاصيل حياتنا. هو يعمل دائما وعنده للموت مخارج، هو يعمل دائما في النهار وحتى لو انت كمان نايم في الليل.
خلي طلباتك على مستوى إلهي، اطلب الحكمة ونعمة لحياتك، اطلب روح القيامة والقوة، اطلب مشيئة الآب، اطلب معرفته. كفاية حياة التراب ولحس في التراب مع الحية القديمة في غباء، عيش حياة الفردوس. ما تصدقش إبليس ونفسك، صدق إلهك الحي الأمين العظيم القدوس الحي الأزلي الأبدي. عيش حياة الغلبة والنصرة في المسيح يسوع، وقول معاه: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ من يغلب يجلس معي في عرشي ككاهن وكعروس وكملك في جبل صهيون الروحي، وابن الأجمل وأحلى أب في الحياة. انتفض من حياة القبور والموت للنور والحياة، من الهزيمة للنصرة والغلبة، من كل عبودية الحرية. قوم أيها النائم ليجيب لك المسيح، يبقى القيامة بترتيب جديد وإنسان جديد، أرض جديدة وسماء جديدة. انقض القديم، اطلق نار ونور الروح القدس، نار تحرق الضعف والهزيمة، ونور ينور حياتك ويغيرها القوة وانتصار وحياة، حياة نور تستقر باستقامة وبلا تغيير. إلهنا حي وبيرتب جوايا وبرايا. ربنا لما خلق الإنسان على صورته ومثاله كان الإنسان نقي وبسيط، فكان كيان الإنسان في براءة كاملة وليه إرادة مستقلة. إداله سلطان وسيادة على الأرض والكائنات الحية، وروح الإنسان دايما تشتاق للخالق وتبحث عن الاقتراب إليه والارتباط بيه وراحتها في الاتحاد بيه. ظهورات المسيح اللي كانت بعد القيامة كانت ليفتح أذهانهم وعيونهم ويحدثهم عن الأمور المختصة بملكوت الله. أحاديثه معاهم ما كانتش زي قبل قيامته، لكن أحاديث عملية بالكشف عن شخصه ليهم، ليدركوا إن ملكوت الله هو التعرف عليه والتمتع بحبه والشركة معاه. الملكوت هو لقاء حي عملي معاه، كما كشف ليهم عن إرسال الروح القدس اللي يسكن فيهم ويهبهم القوة للشهادة لي، فيتحقق ملكوت الله في قلوب الكثيرين في العالم كله وكل البشرية. كده خلصت سنة تالتة، بينا على سنة رابعة جامعة روحيا، الصعود بمجد. بعد 40 يوم صعد المسيح للسماء. هتقول لي أنا عارف، بعد الصليب قيامة وصعود وحلول الروح القدس، لكن ممكن أقعد أنا في الصليب ومش مصدق أن لي قيامة وصعود. بكده أنا بكذب على نفسي، لأن أنا لي قيامة وصعود وقوة الروح القدس في المسيح يسوع. كل ده أنا باخده في المعمودية أكيد ماشي، وفي الحياة بعيش الصليب والموت والدفن والقيامة والصعود. طيب إيه هي شروط الصعود معي؟ بينا تعالوا نبدأ من الكتاب المقدس في العهد القديم. مين صعد للسماء؟ هتقولوا لي إخنوخ وإيليا. هنركز على إيليا. صعود السيد المسيح بيذكرنا بصعود إيليا النبي على مرأة من تلميذه إليشع. فقد حدث عند إصعاد الرب إيليا في العاصفة إلى السماء أن إيليا وإليشع ذهب من الجلجال لبيت إيل لأريحة للأردن، وأخذ إيليا رداءه ولفه وضرب الماء فانفلق إلى هنا وهناك، عبر كلاهما في اليبس. ولما عبر قال لإيليا لإليشع: أطلب ماذا أفعل لك قبل أن أؤخذ منك. فقال إليشع: ليكن نصيب اثنين من روحك علي. فقال: صعبت السؤال، فإن رأيتني أؤخذ منك يكون لك كذلك، وإلا فلا يكن. لقد طلب إليشع أن يكون له نصيب البكر في البركة اللي نالها من قبل الرب بواسطة معلمه إيليا، وكان نصيب البكر طبعا هو ضعف، وعبارة عن نصيب اتنين من روحك عليا تعني روح النبوة، يعني مواهب الروح القدس اللي نالها إيليا النبي، مثلما قيل عن يوحنا المعمدان أنه أعظم مواليد النساء من الأنبياء، أنه بيتقدم أمام السيد المسيح بروح إيليا وقوته. لقد طلب إليشع مواهب الروح القدس لأنه لا يستطيع أن يمارس رسالته كنبي بدون قوة الروح القدس وإرشاده فعلا.
كان إليشع في ذلك رمزا للكنيسة اللي كانت تنتظر موعد الإب، اللي أشار إليه السيد المسيح في حديثه مع تلاميذه في سفر الأعمال وفيما هو مجتمع معهم، أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الإب. رداء إلي، وفيما هما يسيران ويتكلمان إذ مركبة من نار وخيل من نار فصلت بينهما، صعد إلي في العاصفة إلى السماء، وكان إليشع يرى وهو يصرخ: يا أبي يا أبي مركبة إسرائيل وفرسانيا، ولم يره بعد، فأمسك ثيابه ومزقها قطعتين ورفع رداء إلي اللي سقط عنه ورجع ووقف على شاطئ الأردن، فأخذ رداء إلي اللي سقط عنه وضرب المية وقال: أين هو الرب إله إلي؟ ثم ضرب الماء أيضا فانفلق إلى هنا وهناك، فعبر إليشع، ولما رآه بني الأنبياء الذين في أريحة قبالته قالوا: قد استقرت روح إلي على إليشع. العجيب إن هذا الرداء قصة تانية، إذ كان إن إلي النبي كان قد طرح على إليشع هذا الرداء في أول لقاء كان بينهم، حينما أمر الرب أن يمسح إليشع نبيا، وامسح إليشع بن شافات من إبل محولة نبيا عوضا عنك. فذهب من هناك ووجد إليشع يحرث واثنى عشر فدان بقر قدامه، وهو مع الثاني عشر، وناخد بالنا من الاثناشر، عدد اثناشر عدد التلاميذ. فمر إلي وطرح رداءه عليه، وكان طرح الرداء على إليشع هو علامة دعوة الرب ليها على يد إلي النبي ليدخل في نصيب الرب وليتشح برداء النبوة. ربنا يا جماعة لما بيختار، بيختار الضعفاء والجهلاء والمزدري ويملاهم بالقوة والحكمة والقدرة، هو اللي بيجهزهم، هو مش علشان هم جاهزين بيستخدمهم، لا لا بالقوة ولا بالقدرة. إليشع كان عايش عادي وعد عليه إيليا ورمى عليه الرداء وعدى، ربنا اختاره وكان بيجهزه ويملأ قلبه بحبه، محدش عارف إلا ربنا وحده، حتى إليشع نفسه في لحظة ربنا بيجي فيها وإنت نفسك ما تعرفهاش ولا متوقعها، وساعتها بتقول: أنا ممكن أكون آخر واحد ممكن ربنا يفكر فيه. لكن ربنا عجيب حتى في اختياره لينا. لما ربنا اختار جدعون كان نفس الشيء، ربنا شايفه من أبطاله وهو مش عارف كده خالص عن نفسه. ربنا عارف القلوب وبيجي بروح القدوس في وقت احنا ما نعرفهوش، بس احنا على موعد معاه دايما نعيش في انتظاره لان الرب قريب. وإليشع عايش منتظر الرب ومالي قلبه بحبه، اذا انتظر الرب واملى قلبك بحبه. دي اول حاجة الاحظ، كان في وقت إليا أنبياء كتير غير إليشع، لكن إليشع الوحيد اللي التصق بإيليا ولم يتركه يتحرك لوحده. إذن التصق بالرب. إيليا معناه قوة ربنا، وما استقر على إليشع روح القوة وهو الروح القدس، وجه بعد ما شق إليشع رداءه، وهو لما تنازل، لما تتنازل عن ذاتك وأنانيتك في الصليب يأتيك الروح بروح، يأتيك الله بروحه هو وقوته. كذلك روح إلي وقوته، يعني الروح القدس وقوته، تنسكب عليك قبل مجيء المسيح ليك وإعلان ذاته ليك بصفة شخصية. وكمان روح إلي وقوته هتيجي قبل مجيء المسيح في الأيام الأخيرة. إحنا كنيسة أبكار مكتوبين في السماويات، مش واحد ولا اتنين فقط، إحنا أمنا مع المسيح، إحنا وارثي الملكوت، إحنا لينا ميراث القديسين في النور، إحنا لينا ميراث روح إلي وقوته، لينا الروح القدس وقوته، لينا ميراث كامل في المسيح يسوع. خليك متأكد من كده. قال المسيح لتلاميذه: خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. فكان انطلاق السيد المسيح للسماء هو العلامة اللي انتظرت على أساسها الكنيسة حلول الروح القدس في يوم الخمسين. لذلك قال إلي إليشع: صعبت علي السؤال، فإن رأيتني أؤخذ منك يكون لك كذلك، وإلا فلا يكون. يعني شرط أن يستقر روح النبوة الذي لإلي على إليشع أن يراه وهو صاعد للسماء. بمعنى التلامس مع حقيقة الصعود هو الذي يؤهل للنيل من قوة ومواهب الروح القدس.
صعد السيد المسيح بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين أراهم أيضا نفسه ببراهين كثيرة بعد قيامته من الأموات. ارتفع بصورة منظورة جسديا أمام أعين تلاميذه. حقا ارتفع المسيح أمام أعينهم كما ارتفع في أعينهم، وهو يغادر الأرض ببساطة شديدة دون أن يطلب مجد من الناس. المجد الحقيقي كان في وجوده مع الآب، لقد اكتذب السيد المسيح مشاعر تلاميذه نحو السماء، وصارت نبضات قلوبهم تعزف أجمل الألحان مع أناشيد السمائيين كما يقول المزمور: صعد الله بتهليل والرب بصوت البوق، رتلوا لإلهنا رتلوا، رتلوا لملكنا رتلوا، لأن هو ملك الأرض كلها، رتلوا بفحل، فإن الرب ملك على جميع الأمم، الله جلس على كرسيه المقدس، وبهذا ملك الرب لأنه ملك أولا على القلوب. لم يصعد الرب زي إيليا النبي في العاصفة إلى السماء، ولم تظهر مركبة من نار وخيل من نار لتفصل بينه وبين تلاميذه زي اللي حصل مع إيليا وتلميذه إليشع. لكن الرب صعد في هدوء عجيب أمام أعين تلاميذه بعدما أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم حتى يحل الروح القدس عليهم. هكذا صعد من قدم نفسه صعيدة مقبولة لله الآب على الصليب، وكان لابد للصعيدة أن تصعد. رفع إيده باركهم، وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء، فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح كبير. دخل رئيس الكهنة الأعظم لقدس الأقداس. الناسوت رفع باللاهوت وجلس في العرش. الصعود كان علامة على نهاية خدمته على الأرض، كان علامة على نجاح عمله، لقد أتم وأكمل كل ما جاء ليعمله. أكمل عمل الفداء، أعطانا مثالا وتاركا للبشرية مسحاؤه. أيقن التلاميذ أن الذي أخذ بعيدا عنهم هو حي، لن يكون أمامهم بالجسد لكن في داخلهم، وهيبقى معاهم. ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. وعرف الرسل أن الصعود ليس فراقا ولكن من أجل حضور أعمق وأبقى، كما عرفوا أن السحابة اللي حجبت الرب يسوع عن أنظارهم هو حجاب مؤقت سيزول عندما يشاء الله فيرونه. هذا هو الاكتشاف اللي لمع أمام عيونهم وولد في نفوسهم فرح عظيم. إذن علموا أن الصعود بداية حلول الروح القدس، وبالتالي يكون الفراق بداية التحام أشد وأقوى بالمسيح. ارفعوا أيها الرؤساء أبوابكم، وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية فيدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ الرب العزيز القدير، الرب القوي في الحروب، هذا هو ملك المجد. السيد المسيح كان داخلا إلى الموضع الذي لم يدخل إليه ذو طبيعة بشرية من قبل، في أعلى السماوات حيث عرش الله القدير. وقد أعلنت الملائكة المصاحبة لموكب الإبن الوحيد أن القادم والمحتفل بدخوله إلى الأقداس هو ملك المجد، الرب العزيز القدير القوي في الحروب، واللي انتصر على مملكة الشيطان وحرر البشر وفتح الفردوس ورد آدم وبنيه إلى هناك، بعدما أعلن محبته على الصليب في طاعة كاملة للآب السماوي. وعبارة الرب العزيز القدير لا تطلق إلا على الإله الحقيقي، فهي تقال عن الآب وعن الإبن والروح القدس، الإله الواحد المثلث الأقانيم. السيد المسيح قد صعد إلى السماء بحسب الجسد أو بحسب إنسانيته، لكن في نفس الوقت بيملأ الوجود كله بحسب لاهوته. لذلك فعند لقائه مع نيقوديموس أثناء خدمته على الأرض قال له: ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. وهذا يعني أنه في مكان يتكلم مع نيقوديموس على الأرض كان هو نفسه في السماء ومال الكون. هو أمام نيقوديموس بحسب إنسانيته ومال السماء والأرض بحسب لاهوته، وكائن في حضن الآب كل حين.
بنا على سفر يوحنا اللاهوتي 4. بعد هذا نظرت وإذ باب مفتوح في السماء، والصوت الأول اللي سمعته قابوق يتكلم معي قال: اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. تجد الرب يكشف لنا أن في باب السماء مفتوح على الدوام في وجهنا، كل من يصعد إليه يدخل منه ليعرف أسرار حب الله للبشر ويدرك مقدار المجد المعد ليه، فتتوق نفسه أن يخلي ذاته عن كل ما هو أرضي ليبقى على الدوام في السماويات. ما أن نطق الرب بكلمة اصعد حتى صار الرسول في الروح، وهكذا كل نفس تستمع للرب وهو يناديها تصعد في الحال مهما تكن رباطات وثقل أجسادنا. ولكن من الذي يرى السماوات مفتوحة؟ يوحنا المنفي في بطمس، يعقوب الهارب من وجه عيسو، حسقيال المسبي، استفانوس المطروح للرجم؟ في وسط الضيقات والمتاعب يكشف الله للنفس تعزياته لتتلذذ نفسه مبتهجة. يوحنا حنان الله، يعقوب المتعاقب الرب، حسقيال قوة الله، استفانوس إكليل أوتاك. يصعد الإنسان الرحيم المتعقب للرب، ينال قوة الله ويكلل. لقد صعد الرب للسماء كغالب ومنتصر، كما يقول القديس أمبروسيوس: صعد متزينا بغنائم مدهشة، لأن الداخل فيها ليس إنسان واحد، بل دخل كل المؤمنين جميعا في شخص مخلص. لهذا لا يكف الرب عن التبويق: اصعد. إذا سمعت صوت ربنا الهادي: اصعد إلى هنا فأريك، لو سمعت وصعدت بالروح وإنت مسلم روحك في إيد ربنا بإيمان، تدخل لمخازن سخاء الله، ترى وتتعرف الله وتكون وجها لوجه أمام الرب وتتحرك وراه. المسيح صعد للمجد وأصعدنا معاه، صعد ليسبي سبيا ويعطينا عطايا ما لم تره عين ولم يخطر على قلب بشر، إلا أعد ربنا للي بيحبوه. ما أعدها الله للي بيحبوه. اصعد إلى هنا ترى مخازن النعم الإلهية، خد ودي إخواتك واملى القلوب بالملكوت. انتهت سنة تالتة بترتيب، وسنة رابعة صعود بمجد. نلخص: سنة تالتة ترتيب بين القيامة والصعود. ربنا بيرتب جواك وبتبقى على صورة المسيح القائم والغالب المنتصر. هتلاقي جواك وبراك بيترتب من جديد، تلاقي كيانك مليان صفاء ونقاء ونعمة وفرح وسلام وقوة وأمانة ومحبة، وأكيد متهلل بالروح، فرحان برجوعك للأحضان الإلهية. يكشف المسيح عن شخصه ليك، تدرك أن ملكوت الله هو التعرف عليه، التمتع بحبه، الشركة معه. الملكوت هو لقاء حي عملي بيملى القلب وكل الكيان. سنة رابعة الصعود بمجد. هتشوف باب مفتوح في السماء لو جواك حنية ورحمة وتتعقب الرب، وبالمراحم الإلهية تحملك قوة الروح لكي تكلل بالمجد في المسيح يسوع. المسيح صعد بهدوء وبساطة ويناديك اصعد إلى هنا. إذا رأيت صاعدا وسمعت صوته الهادي بيناديك وسلمت الكيان الواحد بين إيديه، ثبت عينيك على الحمل المذبوح القائم، الأسد من سبط يهوذا، تسبى سيبينا إلى العلاء وتصير في الروح في يوم الرب. التصقوا بالرب، هو المعطي بسخاء ولا يعير. خلي عينيك على القيامة، هتقوم معي، واللي عينيه على الصعود هيصعد معاه ويجلس في السماويات، واللي عينيه على الروح القدس وقوته ليه الروح القدس وقوته، واللي عينيه على الآب ومشيئته ليه حضن الآب ومشيئته، ومشيئته هي الحياة ليك. خليك مركبة نارية صاعدة للسماء تتمتع بشخص الملك الإلهي، وانزل في الروح القدس لإعلان الملكوت جوه القلوب المشتاقة لملك السلام. خلي روحك دايما مستقرة في المسيح يسوع ومشتعلة بنار الروح القدس. اسمحوا لي أرفعك وسبحك وباركك، أشكرك يا إله العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك، لأنك إله العظيم القدوس، قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي.
قدوس 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 رب السباقوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك وكرامتك. لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة. لك يا رب كل كرامة والسيادة ورئاسة وسلطان. لك الحكمة والغنى والقدرة. لك كل شيء يا إله العظيم القدوس الحي الأبدي الأزلي. آمين.